يقول: ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن مراتب صيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب. ثلاثة مراتب. يقول: منها المرتبة الأولى وهي أكملها، صيام يوم قبله ويوم بعده. نعم، لأنه جاء في الحديث: صوموا يوما قبله ويوما ويوما بعده. الواو للجمع، يصوم ثلاثة أيام، هذا أفضل. نعم. ثم يقول حفظك الله: ظهر علينا أو ظهر في هذه الأيام شخص يقول إن هذه الصفة بدعة. هذا الكلام هو البدعة، كلامه هو البدعة. هذا دليل حديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذه رواية، ابن القيم ما ذكر شيء من عنده، ذكر الأدلة. نعم.